خلص مستعدين اخ ناجي؟ ايوه ابو حسين، حنمشي دلوقتي. السيارة جاهزة. الله يوفقكم. بالأمان. يا باشا أنا عايز أجي معاك. نضال وإبراهيم بس هما اللي هيجوا معايا. يا باشا إحنا بدأنا المهمة دي سوا، ولازم نكملها سوا. نضال وإبراهيم بيعرفوا عبر كويس. المزارع اللي إحنا داخلينها كلها يهود. مش عايز قلب الدماغ. ايه يا عم الحاج انت بتغير ولا ايه؟ احنا رايحين نجيب اسرى مش رايحين كارفور. اغير ايه يا ابني؟ ايه الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ انا كنت شريك في العمليه دي من الاول ولازم يبقى لي دور لاخر لحظه فيها. ما خلاص دورك خلص يا ابو الكباتن، اللي نط نط وخلصنا، وانت عشان نطيت 2 متر هتفلق لنا دماغنا؟ اللعبه دلوقتي عايزه شاب زي عايزه واد معاه لغه كده ياخد ويدي في الكلام. انت عارف الباشا اختارني ليه؟ اصل احنا رايحين نجيب 7 دكوره ونتايه، هو بقى جايبني عشان اجيب له النتايه دي. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا اخي نبقى في المحنه دي وتفكر في المعصيه؟ معصيه يا شيخ حسن؟ ما تخليك محضر خير، ده بدل ما تدعي لنا ان ربنا يوفقنا. ربنا يهدي. وانا مؤاخذه يا باشا، اللي بيحصل ده عيبه في حقنا. واخذه دي واخذه جامده يا باشا. الله، احنا عيال نوره وعفيجيه يعني رجاله برضو يا باشا. وحد قال ان انتوا مش رجاله يا واد انت؟ الله يا باشا، ما هو بصراحه يعني ايه الواد ابراهيم اللي انت واخده ده؟ ولا البت التانية اللي اسمها ندال دي؟ ايه ده يعني يا باشا؟ والله العظيم انا والراجل المتع ده ممكن نخطف لك اسرائيل ونجيبها لك تحت رجليك، ولو عايز كمان نجيب لك الراجل بتاعهم الكبير ده بتاع نتنياهو ده ونجيبه لك تحت رجليك يا باشا، بس انت تقشر. بس لا مؤاخذة يعني انت اللي مستقل بينا. هي خناقة في حارة دي انت؟ ده مصيبة. خدنا معاك يا باشا. الموضوع دلوقتي مش موضوع فلوس. احنا نفسنا نعمل حاجة يا باشا. واحنا في مصر كنا تاهين ورا لقمة العيش والحياة كانت واخدانا. انما لما جينا معاك هنا شفنا شباب بيضحوا بحياتهم عشان بلدهم وعرفنا هم بيعملوا كده ليه. وانت زار مش عايز تيجي انت كمان؟ اوعى تكون واخدين حبوب الشجاعه وانا مش عارف. انا عايز اكلم امي يا باشا، شوف لي اي طريقه تطمني عليها. انا متاكد ان حالتها دلوقتي بقت خالص. لما نرجع ان شاء الله هخليك تكلمها. سلام يا باشا، ده الجو هنا حلو حلاوة. دلوقتي أنا عرفت ليه الإسرائيليين متبتين فيها. حد يسيب الجمال ده كله؟ ومفيش راديو هنا ولا كاسيت ولا حاجة. كاسيت وراديو إيه؟ أنت ماشي على الكورنيش. أي حاجة برضو تسلينا في السكة يا باشا عشان ما نزهقش. أهو اشتغل أهو. دي أغنية إسرائيلية يا باشا، بتغنيها مطربة عندهم اسمها ليفيانا، بس مطربة قبيحة قوي، كل أغانيها قبيحة، يعني شوف الكلام. اضربني كل يوم، هزقني، علقني. ايه؟ علقني. علقني. شدني من شعري،
ودوس عليا برجليك، وبعد ما تعمل ده كله هحبك، اموت انا في المعاني الرخيصه دي. واضح ان انت بتفهم عبري كويس قوي يا ابراهيم. اه امال ايه، اصل انا معاشرهم، قعدت معاهم 4 سنين ايام ما كنت شغال في السياحه. يعني عندك مثلا يا باشا الست الاسرائيليه عشان شخصيتها قويه على جوزها تحب الراجل الخشن اللي في احا عالمين تنعم وتطرى في ايده على طول، عكس الامريكانيه، الامريكانيه هبله. عندك بقى الفرنسويه تحب اللذاذه الشياكه. انت هتحكي لنا على مغامراتك النسائيه؟ انت نسيت يا ده احنا جايين نعمل ايه؟ ومالك واثق من نفسك قوي كده؟ تعرف يا باشا لو كانوا طلبوا مننا 6 نسوان اسرائيليات عليا النعمة كنت قمت بالليلة دي لوحدي. هو انت حياتك كلها كده يا ابراهيم؟ كده ازاي يعني؟ يعني كلها نسوان وتفاهة وهبل زي اللي احنا سامعينه ده؟ لا يا باشا، اصل انا راجل مش مكالكع، انا راجل بحب الحياة، يعني لو مكتوب لنا نموت هنموت. نموت بقى واحنا بنلط ومنصوت وشايلين الهم، ولا نموت واحنا بنغني ونرقص؟ هو مين له نفس انه يفرفش ويغني ويرقص وبلاده محتلة؟ احرجتنا. احرجتك. احرجتك الله يديم. ده انت بيلا. احرجتك ايه؟ ده انت بيلا. سوق. والله رقبتي قد كده. Thank you.